حمو معانا اهو اخر بقى كلمتين يا حمو. ايوه استاذ يوسف، كنا لسه بنتكلم انا وست النقيب، احنا بتبقى حاجه توجعنا كلنا، توجع مصر كلها لما نلاقي انه ايه يقول لك بص ده المصريين بيقولوا كذا، ده المصريين بيعيدوا كذا، وتتحول الاغاني بتاعتنا وكاننا ايه المضحكه بتاعت قاعده. هو احنا فالمسؤوليه عليكوا يا حمو. انا والله العظيم وهيتقال عليه انا همشي عليه. ماشي الكلام، ماشي والله الكلام، العظيم. وانا بعشق تراب مصر، يعني محدش يقدر يقول غير كده، محدش هيعرف محدش يزايد على وطنيه حد. انا اتفق ان كلنا بنحب البلد دي وكلنا نشتغل عشان البلد دي، ساعات بتفلت مننا حاجات من غير قصد، فاحنا مش عاوزين بعد كده الحاجه اي حاجه تفلت. لا نراجع الكلمه مره واثنين وثلاثه وتتصنف كمان. حلو ده بقى، نرجعها للنقابه. ايه رايك يا استاذ مصطفى؟ اقول لحضرتك انا اسف يا استاذ يوسف، من ضمن الحضور الكريم معانا في اللجنه دي دكتور خالد عبد الجليل. يا سلام يا سلام يا سلام. يعني يا سلام. ده وانا قلت له انت على راس قائمه الحضور لسبب، لان هو مدير اداره الرقابه على المصنفات الفنيه، فاحنا لازم نكون مع بعض كلنا بنتكاتف كلنا كجهات. وانا بوجه رساله من خلال حضرتك للاستاذ حمو بيك. يا استاذ حمو، لو بتحب مصر خاف على اولادها، لو كلكم بتحبوا مصر مطربين المهرجانات خافوا على اولاد مصر. والراجل قال اهو، خافوا على الاطفال الصغيره، خافوا على بنتي اللي حافظه كل كلمه من اغانيكم، بتحبكم بنتي بتحبهم. اه والله حافظه كل غنوه من اغانيهم. انا نفسي اربي بنتي زي ما اتربيت، ان حتى ما كنتش يعني ما كنتش عاشق للكلاسيكيات، على الاقل ما سمعتش كلمه في وانا شاب وانا مراهق، ما سمعتش اللي حاصل ده. هو على اي حال حمو كان لسه قايل والله جمله برضو، قال راجعوا الكلمات واللي ما يعجبكش يتحذف قبل ما يتغنى. بناء على توصياتكم ان شاء الله. يا ميسر الحال، اشكرك جدا جدا جدا، شرفتنا ونورتنا سياده النقيب الاستاذ مصطفى كامل. يا حمو نورتنا برضو، انت راجل قلبك ابيض وعارف انك راجل مجدع، ابوس ايديك. وان انا بسمع مهرجانات يعني كتير علشان افهم بالمناسبه، يعني مع ولا مش مع دي قصه تانية. وزي ما كنت بقول لحمو، هو كل الجيل ده، بص عشان بس تبقى فاهم ونقف على ارض الواقع، حفلات المدارس من اتخن واغلى مدرسه في جمهوريه مصر العربيه، بيشغلوا مهرجانات في الحفله اللي جوه المدرسه، خد بالك. طيب يبقى اذا كان هو لون موسيقي، اذا يبقى اللون فيه انضباط في الكلام، بس كده، محدش عايز اكتر من كده. زي ما قال نقيب الموسيقيين استاذ مصطفى كامل، النهايه انت سفير عن مصر، هتسافر تعمل حفله في بلد شقيق في بلد بعيد، انت سفير عن مصر، هتروح تحط صوره وحشه مفيش حد هيعتقك خالص ولا حد هيسمي عليك. على كل، اتمنى للكل التوفيق. شكرا جدا لضيوفنا عبر التليفون استاذ مصطفى كامل ومطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا.